إسالن سمازي اختازو لك سويد يلان يذنا غان فذو استمسال تاني المزيعية شمي تدمن ذي القراري غالن النوس ليش يكن أذو غالن غار ثغوزي يكن تسوفغن إي المزيعية شيغلين غار داخل نصون دابامان ذي ثمناطن أم شمل أنشتا يساد سلمي قومان أذو ظن ذي تسوفغن مغزا 30 المترات وتيلي ثغوزي سيفارا غفل بعد 50 المترات ألما صوضن غارو مكان جيقلا إي المزيعية دوك سنت النظام يكتدون غلاف لومون الدين محمد عيسى تيثير زينس غار تدويلت ان قهوة وجرنان ذاك انت مورت السعودية ورتوهية راضية لبطون ان الحجاج ودرنو نزل الوالف لمكان نالحاجة ذي ثالثة دي تدون ان المملكة العربية السعودية لم تقترح على اي وفد من الوفود ان يرفع حصته. طبعا اقول هذا الكلام مع نفس تحفظات السنة الماضية لانه ممكن للطرف السعودي أن يضيف حصة بين 500 إلى 1000 مقعد لكل دولة أو لبعض الدول مثل ما استفادت الجزائر في السنة الماضية ب1000 مقعد. هذا يرجع إلى الدول التي لا تستكمل حصصها. نعم. جواز 36 يعني. ألف اللي هي حصة الجزائر احتمال أن ترتفع 37 ألف احتمال كما كان الأمر في السنة الماضية. أكن دينا محمد عيسى ذاك السمان الحج ذي ثالث دي تدون ورتالي يرى وديفين وانشتا سلم سفهام يقول تمورث السعودية الأقل بأن العروض التي جاءتنا إلى الآن لا تدل على أن الحج سيرتفع أو سترتفع تكلفته. راح تكون كمثلا الماضية لعلها تكون كالسنة الماضية أكثر منها بقليل أو أقل منها بقليل ولكن لن تلتهب تكلفة. نعم. هناك وكالتان سياحيتان أقصيتا هذه السنة من تنظيم الحج. نعم. السبب هو إهمال الحجاج ورغم أن الحجاج لم يشتكوا. نعم. ولكن كان الخطأ جسيما. سوف نعمل على أن نشطب كل عنصر بعثة لا يظهر من سلوكه من مداومته من اندماجه أنه سيلتزم بخدمة الحجاج. أنسى لي سوكزون أدرار مي فلاح تمنا تنزاوية كنتات تمنا ضينا النظام تمكار نهور تنزوت ذا الأخصاص المعاونة ذيني زمرا نزن ديلوس الأخصارة نالغلا أذن ولي ثوريق ثان اليمين بالعلمي ذي ثمنا تنزاوية كنتا يقوذ تمنا ضين النظام يلان كوكزدون أدرار إفلاحان رانا ثين قاشين بوحيال نرمال غار تبحيرين سوازال نسند دقو حريش بوزون الزريعة أمل فشنا مشا وغور تنزوث يقوذ الغياف المعاونة إزمار ديجلوس لخسارة ذي تبحيرين أجي في هذه عامل الأخرين الأخرانيين دخلنا في لونسيلاج دوك رانا ما بقينا لا بلونسيلاج لا بالقرا رانا دوك رانا في اللمسات الاخيره تاع الانتاج راه الحق الانتاج كما راك تشوف راه واجد الانتاج قرا اونسيلاج راه واجد ما لقيناش حتى اللي شكون يجي يساومنا ولا اللي يجي اللي يراعي لينا نطلبوا من وزاره الفلاحه حنا هاد الماده هادي راهي احسن نوعيه في الجزائر هاد النوعيه نتاع المايس حنا ماذا بينا هاد الماده هادي يدعمونا فيها هادي 250 الله عطات لنا الناب ولا اي لجنه حنا ما تساعدناش حنا ماذا بينا يعطونا 450 باش يقدر واحد يستمر ويدعمونا فيها ويعطونا كونترات نتاع 4 سنين 5 ماشي عام يعطونا 450 ومن بعد يولي يقول لك صاي المعاونه نفلاحان يطمنا وسدو لا قديش نسان دو سنانين تفلاح ذي ثمنا طقي يغال الذورة ذاين الى قان يدي قاروس الوين تخام تنتفلاح ذا كوكزدو ياكي ماناش عارفين الى اين يتجه هذا المنتوج الحمد لله نشوفوا المنتوج راه وجد ولا يعني حل حقيقي حل نهائي لهذا المنتوج الذره الصفراء ممكن رانا نتكلموا على ممكن عدم انتاج هذا المنتوج للسنوات المقبله لانه الان التسويق نتاعو راه مجهول سواء اونسيلاج سواء قرا يعني الفلاح راه في دوامه من المشاكل ومن النقائص اللي نتمناو وزاره الفلاحه تلبي شوية على الأقل تستمع لصوت الفلاح الغياب التنزوت ذهورية تعويقان القديش نفلاحان ذاكي ذي أضرار وفي فين التفرات غفنشتا ذاين لا سوتورال لكن التغلال الخساران سكسن إعدام فقال أنا سالنست مزيغ سالمير دي متقمي.